الأخت لطيفة من مدينة أسفي اللي غتعطيك الطريقة ديالها في تحضير هاد الفقاس. صباح النور لطيفة. صباح النور. مرحبا بك. لاباس عليك؟ الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله اللهم لك الحمد. اش خبر مالين الدار؟ الحمد لله كلشي بخير الحمد لله. انت لاباس عليك؟ انا كيعجبني بزاف البرنامج ديالك. الله يبارك فيك لطيفة وبفضلكم هو برنامج ناجح اللهم لك الحمد وحنا عائلة كبيرة الحمد لله اللي اليوم شحالي شحال ديال النساء اللي كيتابعونا في كل أنحاء المغرب وحتى في الخارج فأنا كنسلم عليكم وحدة وحدة. مبارك الله فيكم مبروك على المغربيات كاملين هاد العيد. الله يكرمك. وحنا بمناسبة هاد العيد طبعا اليوم العالمي للمرأة ديما كنفكروا فيك وكنهديو لك هدايا رائعة في حقك. فلطيفة عندك فقاس المالح وغادي نقول لك بسم الله واش غتعطينا طريقة ديالك غنجربوها ان شاء الله وندعيو معك باش تمني. ايه عندنا فقاس مالح عندنا في كيلو ديال الدقيق وعندنا فيه 6 ديال الفروماجات مربعين وعندنا فيه مع الأخت لطيفة من أسفي. تذكروا اللي كانت كتعطينا الفقاس المالح طريقة تحضيرها وكنت يا لطيفة كتقولي لنا نستعملوا كيلو ديال الدقيق 6 ديال الفرماجات مربعين ونكملوا معك المقادير. يا لطيفة. لطيفة تفضل يا لطيفة نكملوا معك. عندنا 6 ديال الضامات ديال البنة وعندنا نص معلقة ديال البزار نص معلقة ديال الملحة معلقة صغار إيه عندنا معلقة الهريسة عندنا قبيصة ديال الخميرة المعجونة ديال الدار ديال الخبز وعندنا صافي غادي نشدو غادي نعجنوه نديرو الحليب شوية غادي ندفيوه وانا غادي نعجنوه به ما غاديش نعجنوه بالماء نعجنوه بالحليب وعندنا نص رابعة ديال الزبدة يعني المهم يعني نص رابعة الزبدة الزبدة ديال المارغرين دوبيها زبدة مارغرين ماشي زبدة الأخرى فهمنا اها صافي كنعجنو كنعجنو كنخليو عجينته مطلوقة شوية ماشي عجينة قاسعة شوية تكون خفيفة. إذا درنا كيلو ديال الدقيق 6 ديال الفرماجات مربعين 6 ديال الضماد البنة على حسب النكهة اللي بغيتيها لالا نص معلقة صغيرة ديال الإبزار نص معلقة صغيرة ديال الملحة كتعجني بالحليب دافي ونص ربعة الزبدة مذوبة وكتعجني هادشي كله تبقى العجينة خفيفة. ياه وعاد من بعد كنقسمو ديك العجينة كنقسمو على ثلاثة. غادي خصنا نزربو شوية لطيفة إلا سمحتي لي لأنه ماشي مشكل. إذا من بعد كديري حريبلات هي كنقسموا العجينة على ثلاثة النص كنديروا فيه الفلفلة حمراء دابا عاد تنسميهم واخا اتفقنا واحد كنخليه عادي واحد كنديروا فيه الفلفلة حمراء وواحد كنديروا فيه الربيع. إذا واحد بالربيع واحد بالتحميرة طيب كديري فيه شوية السوداني باش يجي الحرور الهريسة واخا واحد كتخليه هكذاك نخليوها هكذاك كنديروا حريبلات طوال وكندخلوا الفران. نعم فاهمين متفاهمين. من بعد ملي كنبداو نخرجهم من الفران عاد باش كنقطعوه كنقطعوه كنرجعوه باش يطيب العافيه مهيله باش ما كيمشيش ليه اللون كيبقى لونه حقاش الا كان الفران شويه من هاد كيمشي ليه اللون كيتحمر وكيمشي ليه اللون كيبقاوش دوك اللوان باينين. نعم فهمتيني؟ فهمتك. ومن بعد كنقطعو وكنحمرو شويه في الفران كنقطعو عليه عافيه مهيله وكنخليو حتى يتحمر على خاطرو. ومن بعد كنجبدو وكنخلطو دوك اللوان كيجيو حاور راحة كيجي كل الوين راه باين. تبارك الله عليك شكرا لك كثير اختي لطيفه من اسفي. هادو ثلاثه ديال الانواع ديال الفقاس المالح اللي هما في المتناول ولداد والله يخلي لك صحيحتك يا لطيفه. هادي تحيه.